ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قامت السلطات العمومية بأسفي بإغلاق شواطئ المدينة، وقد بدت فضاءات شواطئ راس الفعة المدينة والصويرية المعروفة بوفود المصطافين إليها خصوصا في عطلة فصل الصيف فارغة، وبدت الشواطئ المذكورة خالية تماما من حركة المصطافين، إذ صار لا يكسر هدوءها إلا تحركات عناصر الأمن وأعوان السلطة. هذا وقد أشارت آخر حصيلة لوزارة الصحة حول الوضعية الوبائية المتعلقة بالفيروس إلى تسجيل تزايد ملحوظ للحالات المؤكدة خلال هذه الفترة. المدينة الآن ما بقاتش كتساهل مع مخالفي قرار الطوارئ. التعليمات اللي عندنا هما اللي ساكنين الفوق اللي كيطلعوا دابا من 7 الفوق كيطلعوا غير الناس اللي ساكنين، ورجعنا ما لا يقل على واحد 300 سياره ولا، وانت راك ماشي، انت ماشي من الناس، بالعكس تحيه لك استاذ، تحيه لك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.